النهاردة هنعمل أكل مصري 100%. عملنا الطعمية وهنعمل دلوقتي حلويات رز بلبن. ده 5 كوبايات لبن ونص كوباية رز. كنت نقعاها 10 دقايق وحطيتها في الحلة هناك اهي بحبة مية صغيرين قوي. هديها غلوتين ولما اللبن يغلي هنحطها عليها. اللي عنده اللبن ده اللي عايش هنا في أمريكا وعنده ويب كريم يعمل بيه. وبالنسبة للناس اللي بره أمريكا أو في مصر ما عندهاش اللبن ده، اللبن ده عامل زي القشطة وممكن تعملي بيه كريم شانتيه وحاجات كتير. فتجيبي اللبن اللي هو البقري أو اللبن الجاموسي اللي هو التقيل. ما عندكيش بقى اللبن ده وعندك لبن خفيف، ممكن تجيبي له قشطة تحطي له كريم شانتيه حاجات زي البودرة يعني. لكن أنا عشان اللبن ده تقيل عامل زي القشطة ودسم فمش هحط ولا قشطة ولا هحط أي حاجة. وكنت عاملاه قبل كده وكنت حاطه له كريم شانتيه اللي هو البودره وكنت حاطه له معلقه قشطه. فان شاء الله احنا مش هنحط قشطه. اللبن اهو بيغلي، هنحطه يغلي على البوتاجاز. انا الاول بغلي اللبن عشان ما ياخدش وقت وتفضلي تقلبي في الرز كتير، علشان لو ايديك بتوجعك ما تقلبيش كتير. وده الرز اول ما يغلي هوريه لكم والاقيه استوى شويه هدلقه على اللبن. وبعد كده نحضر له معلقتين نشا والسكر على حسب بقى كل واحد ما بيحب السكر. لو بتحب السكر حلو يعني كتير زودي، لو بتحب السكر قليل حطي 6 معالق. فانا لما اجي احط السكر هوريه لكم هو والنشا دول في الاخر خالص. الرز اهو بعد ما اتسلق انا كنت حاطه له حبه ميه قليلين، وادي اللبن اهو بيقرب يغلي. ادام سخن او دخل على غليان ندلق عليه الرز. وبعد كده اهو هنحط الرز على اللبن وبعدين هنحط له معلقة نشا. عايزة تدوبي النشا في المية دوبيها، عايزة تدوبيها في لبن دوبيها على راحتك يعني او اللي عندك. هيغلي غلو ونحط له بقى السكر والنشا. الحلة اهي ولا لازق ولا محروق ولا اي حاجة. انا الاول كنت موطيه البوتاجاز زي ما اكني بسوي الرز عشان اللبن ما يشيطش ولا يتحرق ولا يبقى طعمه وحش. دلوقتي هتعلي البوتاجاز بس تفضلي تقلبي فيه. اول ما تحطي له الرز تعلي البوتاجاز وتقلبي فيه، ولما يخش على غليان هنحط السكر الاول وبعد كده نحط النشا. هنحط دلوقتي السكر اهو، ادي 1 2 3 4 علشان ايه لو مش حابه السكر قوي. لو حابه السكر كملي المعلقتين اللي فاضلين دول. هتقلبيه كده غلوه لحد ما يغلي وبعد كده هنحط له النشا. قلبي النشا دي اهو، لا قلبيها علشان النشا دول معلقتين على حبه ميه علشان انا ما عنديش لبن خفيف. فروحت حطيت عليهم معلقتين لبن بودرة عشان مفيش لبن. لكن لو عندك لبن اعمليه بلبن. انا الصراحة كل مرة بعمله بلبن ما بعملوش بمية. هندلق النشا ايه ندلقه ايه ما ندلقوش كله عشان ممكن ما نعزهمش. لو لقيتيه تقل خلاص ما تحطهمش كله. لو لقيتيه لسه محتاج هتزوديه. شكلها اللي انا لسه محتاج عشان شكله خفيف شويه. تدلقي حبه بحبه علشان لو تقل منك هتضطري تزوديه لبن. افتكر خلاص احنا مش هنعوز تاني. احنا هو بنقلب فيه بس انا وطيت البوتاجاز علشان خاطر ايه وانت بتقلبي النشا علشان ما تحطوش مره واحده ويكلكع، لازم تقلبي. فعشان كده انا وطيت البوتاجاز. افتكر مش هنعوز حبه النشا الفاضلين دول. علي البوتاجاز سنه اهو، حطينا السكر وحطينا النشا ودخل على غليان اهو. لما تسيبيه يغلي كده علشان النشا يستوي سيبيه بتاع دقيقه او بس، المهم ان انت تقلبي فيه.
علشان ما يتحرمش وعلشان ما يكلكعش. هو بيغلي من النص بس، عاوزينه يغلي كله مرة واحدة من الحلة كلها، مش في النص ولا الجناب. في ناس بعد ما بتدفع عليه بتصبه على طول، وفي ناس بتسيبه 10 دقايق يستريح. انا ممكن اصبه على طول عشان اوريه لكم، لكن انت لو في البيت وهتسيبيه 10 دقايق يستريح، غطي الحلة علشان خاطر ما يعملش وش. بس انا مستنيه لما الاقي الحله كلها بتغلي مش الوسطانيه بس، وهندفع عليه. البوتاجاز ده على فكره بالكهرباء فبيبقى ناره حاميه شويه عن الغاز، فخلي بالك لو انت عندك بوتاجاز بالكهرباء. الكهرباء بتبقى الحاميه شويه عن ال، خلاص احنا هنقصه اهو، خلي بالك. اهو ادي اهو السمك بتاعه، ولو انت عاوزاه اخف من كده زي ما قلت لك قللي النشا شويه. حاسبه عشان تقعد. هنحط دوت في فرن البوتاجاز ونعمله زي المحلات ما بيعملوه. انا ما جربتوش قبل كده بس هجربه معاكم اهو. ابو وش تعالي امسحيه امسحيه عشان تولعي الفرن البوتاجاز. دول من مصر عشان لو حد سال احنا جايباهم منين، هاجر كانت جايباهم معاها من مصر. ولو عايزين تحطوا على الوش قرفه حطوا على الوش قرفه. انا بحط ومكسرات، اللي عندك مكسرات حط، ما عندكيش ما تحطيش. انا بحب على الوش قرفه. الرز اهو لما فضيناه في الاطباق وحطينا عليه مع حبه قرفه للي بيحب القرفه، اللي ما بيحبش ما يحطش. وادي الوش بتاعه مكرمش، مش محتاج اللي انت تغطيه ولا تحطي له اي حاجه، بيكرمش لوحده اهو لما بتفضيه وتسيبيه يبرد، بس هو لسه سخن. ممكن نحط له حبه قرفه قدامكم. انا بحبه الصراحه بالقرفه، في ناس ما بتحبش طعم القرفه ما تحطش. ولو عايزه تحطي مكسرات حطي، المره دي انا مش هحط مكسرات، هخليه كده بالقرفه وخلاص. واللي في الفرن هنوريه لكم اتحمر ولا لسه. هو في النص محمر بس لسه الجناب. ثواني وهنفتح عليه تاني عشان ما يتحمر. احنا طلعناه من الفرن اهي. خدت مش عارفه بتاع 3 4 دقايق او تولعي لها الشوايه بس، وان شاء الله لما يسقع هندوق ونقول لكم راينا فيه بصراحه. هاتي بقى دلوقتي محمد هيدوق الرز اللي هو حطيناه في الفرن، عشان محمد بيحب حياته محروقة. هو مش محروق. ده مشهور الرز ده في مصر. تحفة تحفة والله. انت مش قادر تبطل تاكل عشان تقول رأيك؟ ايه انا لسه المفروض اقول رأيي يعني؟ ايوه. يا جميل جميل والله، تسلم ليك يا محمد. الله يسلمك. هو بقى بيحبه بعسل، هيحط له عسل. ممكن تحطوا عليه عسل الرز لو انتوا بتحبوه بعسل. في ناس زي حلاس طبعا، بس القشطه مش موجوده هنا. ما هو اللبن اللي احنا حاطين عليه ده يعتبر عامل زي القشطه. والقشطه واحد، ما انا بحط كمان عليه قشطه من فوق كده. وبسبوسه وحريسه وبسبوسه وبعمله قنبله. شكل لما الناس اللي بتتفرج لو هي من مصر تعرف يعني ايه قنبله بقى. ممكن تعمل انا بعمله الرز لابوكي زي كده من غير سكر وبحط له عسل. ولو حد عنده اي تعليق حلو على راسنا من فوق، ولو حد عنده تعليق سخيف على راسنا برضه من فوق. يا عندنا اكل وشبعانين الحمد لله، ما عمرناش كنا جعانين. انت لازم تجوعي عشان تاكلي، ده الطبيعي. لا ما كناش جعانين في حياتنا. شيء منطقي، اي حد بيجوع. انا اكيد اللي علق التعليق ده اكيد برضه بيجوع، شيء طبيعي يعني. طب نقول لكم ان شاء الله المره الجايه لو حابين اعمل لكم اي اكل تاني قولوا لي. بس هكتبوا تعليق بنوع الاكل اللي انتوا عاوزينه، شرقي غربي
افغانستاني برضو شغال اي حاجه. انا حبيت بس اعمل النهارده في الاجازه بتاعت محمد وهاجر اكل مصري 100%. ونشوفكم في الفيديو الجاي.